أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبنائي وأحبائي طلاب الصف الثاني المتوسط، حياكم الله وطبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، ومع درس جديد من دروس مادة الفقه. درسنا اليوم بعنوان عشر ذي الحجة، فضلها. الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام السنة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أما عما يشرع يا أحبابي في أيام العشر، فيشرع في أيام العشر الإكثار من الأعمال الصالحة والاجتهاد في العبادة، ومن ذلك أولاً الحرص على أداء الواجبات، وذلك مثل بر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصلاة في جماعة، وآداء حقوق الجار، وإعطاء كل ذي حق حقه. ثانيا الصدقة والصيام في هذه الأيام، وبخاصة صيام يوم عرفة لغير الحاج، ويحرم صيام يوم العيد. ثالثاً الإكثار من ذكر الله تعالى بالتهليل والتسبيح والتكبير والتحميد والاستغفار. رابعاً الجهر بالتكبير والإعلان به في الأسواق والمساجد وغيرها. والتكبير المشروع في هذه الأيام نوعاً: التكبير المطلق والتكبير المقيد. أما التكبير المطلق وهو غير المقيد بأدبار الصلوات، فيكبر في جميع الأوقات، ويبدأ وقته من أول ليلة من ليالي عشر ذي الحجة، ويستمر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، يعني أيام العيد، عيد الأضحى، وهو اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة. أما التكبير المقيد وهو التكبير المقيد بأدبار الصلوات، يعني بعد أداء الصلوات، ويبدأ وقته عقب صلاة الفجر من يوم عرفة، ويستمر إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة. خامسا يجب على من أراد أن يضحي يوم العيد أن يترك الأخذ من شعره وأظفاره أو بشرته في أيام عشر ذي الحجة، حتى يضحي تعبدا لله تعالى، وعملا بما ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأظفاره، وأما المضحي عنهم فلا يلزمهم ذلك. يعني إذا جئت برجل ليضحي عنك أن يذبح لك فلا يجزئه ذلك، يعني لا يشترط عليه أن يترك من شعره وأظفاره. وإلى هنا يا أحبابي ينتهي درسنا لهذا اليوم. دمتم في حفظ الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.